باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. صل علينا وبارك الآب كل أوان وضح الدور كلها آمين. بنعمة ربنا هناخد النهاردة أهم موضوع في اللاهوت المقارن، وهو أول خلاف لاهوتي حدث بسبب انشقاق في الكنيسة، وما زال هذا الخلاف قائما، وده أهمية موضوع النهاردة. أول خلاف حدث بسبب انشقاق في الكنيسة كان حول طبيعة السيد المسيح، وبدأ هذا الانشقاق في مجمع خلقدونية سنة 451. هنتطرق للموضوع ده بشيء من التفصيل الموجز، لأن الموضوع ده كان ممكن ندرس في عدة محاضرات، ولكن لأنه المواضيع مرتبطة ببعضيها ما ينفعش حد يفوت حاجة ويسمع حاجة، فدمجناه في محاضرتين مدمجتين. فرغم ان هو يبدو نتكلم كتير، لكن الكلام اللي هنتكلمه كتير ده يعتبر في منتهى الايجاز بنلخص الموضوع كله. اولا لابد ان نعرف ان كنيستنا الارثوذكسيه منذ بدايه المسيحيه ايمانها لم يتغير ولم يتطور قط، دائما مبني على تعليم الكتاب المقدس واستلام تفسيره من آبائنا الرسل ومن خلفوهم بعد ذلك إلى يومنا هذا. نحن نؤمن بأن ربنا يسوع المسيح له المجد، هو الإله المتجسد، أن لاهوته لم يفارق ناسوته منذ لحظة التجسد، وأنه طبيعة واحدة وأقنوم واحد كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، هو واحد، هو الإله المتأنس أو الإله المتجسد. ولما بنقول طبيعة واحدة للإله المتجسد هي طبيعة مركبة، طبيعة من طبيعتين،
لكنها واحدة بالاتحاد بين اللاهوت والناسوت، صار له طبيعة واحدة تجمع خصائص الطبيعتين بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. طبيعة واحدة وأقنوم واحد، شخص واحد كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، يجمع كل الخصائص الطبيعية والأقنومية للاهوت والناسوت. أمال الخلاف حصل إزاي؟ لابد نرجع لورا شوية. كان في بداية المسيحية أكبر مدرسة وأقدم مدرسة لاهوتية في العالم هي مدرسة الإسكندرية. يليها ويقابلها من جهة أخرى مدرسة أنطاكيا. المدرستين دول كان يقود الفكر المسيحي في العالم منذ بدء المسيحية، ولكن كان لكل مدرسة منهجها وأسلوبها في التفكير. فمدرسة الإسكندرية اللاهوتية هي امتداد لمدرسة الإسكندرية الفلسفية والعلمية، لأن كان في مدرسة الإسكندرية، الإسكندرية دي كانت عاصمة للثقافة والعلم في العالم كله. وكانت هذه المدرسة متأثرة بفكر وفلسفة أفلاطون الفيلسوف المعروف، واللي فيكو عنده فكرة بالفلسفة والفلاسفة يعلم أن أفلاطون تميز وتميزت فلسفته بالميتافيزيقية. ميتافيزيقي النزعة والفكر، وكلمة ميتافيزيقي أي ما وراء المادة أو الطبيعة. فكان لا ينحصر تفكيره في العالم المحسوس المنظور، ولكن كان يؤمن بما وراء الطبيعة غير المنظورة. بعالم الروح. هذا الفكر وهذا المنهج هيأ علماء هذه المدرسة لقبول كل ما يخص الإيمان، إن إيماننا في الأول والأساس هو إيمان بالله وبالعالم الآخر وبعالم الروح في السماء وما حولنا. فكانوا مهيئين لما قبلوا الإيمان المسيحي
وهم من تلامذة مدرسة الإسكندرية أن يتناولوا مثل هذه الأمور اللاهوتية الميتافيزيقية باتضاع فكر. كانوا ينحنوا أمام هذه الحقائق، لا يقطعوها للفحص الفيزيقي المادي، ولكن يدركوها بما هو غير مادي أيضا. وإن كانت أمور في الإيمان قد لا يمكن فحصها دقيقا بالعقل، إلا أن المهم والأهم أنها لا تتعارض مع العقل، فيش تعارض بين هذه الحقائق أو هذا الإيمان وبين العقل البشري. فعلشان كده كانوا بيعبروا عن مثل هذه الأمور، أما يتكلموا عن الفداء والتجسد يقولوا سر الفداء سر التجسد، أما يتكلموا عن اتحاد اللاهوت بالناسوت يقولوا سر الاتحاد. فهي أمور لا تتعارض مع العقل، لكنها تسمو فوق العقل. عشان كده كانوا مدققين جدا، كل ما هو فوق العقل الحقائق بتاعته مبنية في الأساس الأول، كل ما هو ميتافيزيقي على معطياتنا من الكتاب المقدس والوحي الإلهي. وبالتالي هذا المنهج وهذا الفكر حماهم من الانحراف، ما تلاقوش فيها راتقة أبدا، معروفين خرجوا من مدرسة الإسكندرية. في المقابل من الناحية الثانية كانت مدرسة أنطاكية متأثرة بفلسفة أرسطو، وهي الفلسفة الواقعية التي تعتمد على الطبيعة، على ما هو محسوس ومحسوب ومقاس، وقابل للفحص والتجريب والقياس. هذه الفلسفة تصلح جدا لدراسة العلوم التجريبية الفيزيقية، ودي تأثرت بها مدرسة أنطاكية والغرب أيضا مشي تبعها. عشان كده تلاقوا الغرب تقدم جدا في العلوم التجريبية، الهندسة، الطب، الفيزياء وما إلى ذلك، لكن الشعب الوحيد
اللي نبغ في الاثنين معا كان هو الشعب المصري. نبغ فيما هو فيزيقي وفيما هو ميتافيزيقي ايضا. وكلنا يعلم حضارة مصر وعظمتها، هذه المدرسة تعتمد على التجريب والفحص والاختبار المحسوس المنظور المادي، هذه الخلفية أثرت على علماء اللاهوت في هذه المدرسة، وعلشان كده خرج منهم هراطقة كتير، لأن لم يخضعوا عقولهم للحقائق الإيمانية التي تعلو فوق العقل، حب يخضعوها للفحص والتجريب زيها زي المادة أو الطبيعة اللي بيدرسوها. لذلك خرج هراطقة كتير من هذه المدرسة، لدرجة بعض الآباء لقبوا أرسطو بأبو الهراطقة، لو استرجعنا بعض الأسماء بدءا من أريوس. أريوس حتى بالرغم من أنه مصري، يعني مش مصري هو كان ليبي، لكن تبع لكرسي ماري بولس، إلا أنه درس وتتلمس في مدرسة أنطاكيا، كان يتزعمها واحد اسمه لوكيانس. بعد بيئة بوليناريوس نسطور وغيرهم، كل دول من مدرسة أنطاكيا. هذه الخلفيات أثرت على طريقة الإدراك لسر التجسد وسر الاتحاد، فبالنسبة لآبائنا أمنوا واعتقدوا بوحدانية المسيح له المجد، وبالاتحاد الطبيعي وبالاتحاد الأقنومي، وأنه واحد. أما شرح كيفية هذا الاتحاد وماهيته، قالوا سر الاتحاد اللي خلى ما هو طبيعي أحيانا يبقى غير مقرر. كلنا نؤمن أن الإنسان مكون من جسد وروح، والروح متحدة بالجسد، وإلى يومنا هذا بعد آلاف السنين لا أحد يدرك كيفية هذا الاتحاد الشرعي، مع أنه حقيقة يقرها الجميع. لكن مين يقدر يفهم ويشرحه؟ ما حدش.
في اتحاد اللاهوت بالناسوت عبروا عنه بسر الاتحاد. وكل المسلمات الكتابية تؤيد هذه الوحدة وهذا الاتحاد. لم يتكلم الكتاب قط عن إسماعيلية السيد المسيح، أو بين اللاهوت والناسوت، بل بالعكس، ده حتى مرة بيتكلم بيقول أنا والآب واحد. أنا والآب واحد. ودي عجيبة شوية. الابن والآب واحد في الجوهر ولا واحد في الأقنوم؟ واحد في الجوهر، لكن الآب أقنوم والابن أقنوم. لما يقول أنا والآب واحد، يبقى واحد في إيه؟ في الجوهر. لما قال أنا كان هو في حالة التجسد ولا كان بدون الجسد وبدون الناسوت؟ بعد التجسد، لأن السيد المسيح هو اللي بيتكلم، الإله اللي تجسد. لما يقول أنا والآب واحد، إلا واحد في الجوهر. من رآني قد رأى الآب. فكل الحقائق الكتابية تتكلم عن المسيح الواحد، ولم يتطرق أي نص إلى الإسماعيلية على الإطلاق. عشان كده آبائنا شبهوا هذا الاتحاد باتحاد النفس أو الروح بالجسد، باتحاد النار بالضم أو بالحديد، إن محدش يقدر يصله، فالحديد المحمى بالنار يحمل كل صفات الحديد من كتلة ووزن، ويحمل كل صفات النار من الإحراق والتوهج، والفحم كذلك، لدرجة إن واحد ممكن يقول على حتة فحمة هات حتة ولعة، ده ماسك الفحم ولا الولعة ولا النار، بقى حاجة واحدة. آبائنا إدوا تشبيه لهذا الاتحاد، لكن الدخول في تفاصيل الفحص كيفية الاتحاد قالوا سر الاتحاد. وده تعبير آبائنا اللاهوتيين، حتى نبص نلاقي في القداس تتكرر كلمة أو يتكرر التعبير غير المدرك، غير المحفوظ، غير المفصوف. مش بسهولة يتوصف. فقبلوا هذا الإيمان منذ بدء الإيمان، أو بدء المسيحية، واستمر ويستمر معنا هذا الإيمان بكل يقين. إن هو الإيمان كده، الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيمان بأمور لا ترى.
إن حاجات فوق العقل لكن لا تتعارض مع العقل. تيجي في مدرسة الأنطاكية ما قدروش يفهموا الاتحاد بهذه الطريقة، ولكن حب يرضوها للفحص الدقيق قوي كما لو اني اتحاد كيميائي. انتوا عشان عنصرين يتحدوا في الكيمياء، ايه شروط هذا الاتحاد؟ ايه حد تخصص كيمياء هنا؟ حد تخصص كيمياء؟ عارفين يقولوا مثلا التكافؤ، كل عنصر له تكافؤ لما يكون في حاله نشطه، ده يقولوا احادي التكافؤ وده ثنائي التكافؤ لو في حاله نشطه انه قابل للاتحاد. يعني ايه احادي او ثنائي؟ لابد ان يكون المدار الخارجي المحيط بالنواه يبقى فيه الكترونات، كل مدار عشان يبقى ساكن او ستاتيك يبقى فيه 8 الكترونات لتنسيق الكيمياء من بعض الكربون والفلورون، لكن عشان يبقى في حاله قابله للاتحاد يا اما يبقى في الكترون زايد او ناقص بعدد معين. يعني لو في عنصر المدار الخارجي فيه الكترون واحد يسموه احادي التكافؤ. فامتى يتحد؟ يتحد لو مع عنصر تاني المدار الخارجي فيه 7، فيجي يتحد الواحد مع 7 يبقوا 8 فيكونوا مركب، يبقى فيه اتحاد، يصل الكمال مع بعض، يكملوا بعض. نفس الوضع لو ثنائي التكافؤ، ممكن عنصر يبقى 2 في المدار الخارجي والعنصر الآخر اللي يتحد معاه يكون ناقص 2. تعرفوا زي المية، يقولوا يد 2 ألف. الهيدروجين احادي والاكسجين ثنائي. او ممكن يتحد المهم يعني لازم يكون، مش هنحولها للكيمياء، لازم يكون زايد او ناقص حاجه، او بمعنى اصح ناقص عشان يكتمل. لازم يكون عشان يبقى يحصل اتحاد لازم يكون العنصر ده ناقص محتاج ما يكمله، وإلا ما يبقاش اتحاد. لو حطينا بقى عناصر ثابتة غير قابلة للاتحاد بيبقوا زي خليط أو مزج أو أي حاجة كده يعني. فدي الخلفية الفلسفية بتاعتهم. فما جم يفكروا في الاتحاد، جه أول واحد اسمه أبوليناريوس، لقى الكنيسة كلها بتقول اتحاد اللاهوت بالناسوت، وكل الحقائق كل النصوص بتتكلم عن المسيح الواحد ذو الطبيعة الواحدة، هي طبيعة الإله المتجسد الإله المتأنس. هو بقى عايز يشرح، متبع بقى الخلفية بتاعته، فعشان يشرحه أو يفهمه طيب كامل مع كامل يتحد،
ما ينفعش يتحد. طب ده الجماعة دول بيقولوا في اتحاد، يبقى لازم في جانب منه ناقص. مين هو؟ طبعا مش هيقدر على اللاهوت، مش هيقدر يقول ان اللاهوت ناقص. فقال بس يبقى اكيد ان صوت الانسان بيتكون من ايه؟ من روح وجسد. يبقى الناسوت اللي خده السيد المسيح ما كانش فيه روح إنسانية. اللاهوت حل محل الروح الإنسانية، وكده بقى طبيعة واحدة. يعني خلى كأنه اتحد بجسد بدون روح، فما يتقالش عليه ناسوت أصلا. لأن عشان أقول ناسوت يبقى لازم يكون الإنسان جسد وروح، غير كده جسد بس. عشان كده أبائنا لما ردوا عليه وقاوموا هذا الفكر بقينا نؤكد حتى في القداس، نقول تجسد وتأنس، ما نقولش تجسد بس، لئلا يظن احد ان احنا بنقول زي ابوليناريوس انه خد جسد بدون روح. لكن التأنس عشان يكون له انسانيه كامله وناسوت كامل يبقى لازم بروح وجسد. لان اصلا لماذا حدث التجسد؟ انا طبعا ما قلتش في البدايه لان انا شرحت لكم الحاجات دي السنه اللي فاتت أما خدنا عقيدة الفداء، وقلنا لكي يتم الفداء كان لابد من التجسد، وخدنا التجسد بصفة عامة دون الخوض في التفاصيل. فهنا لو التجسد الله خد جسد فقط بدون روح، هل ده يبقى إنسان؟ لا، ما يبقاش إنسان. اللي بدون روح ده الحيوان، بس ده لا حصل لا كده ولا كده. المهم قومته الكنيسة وحكم على هذا الفكر بالابتداع والهرطقة، وصار مرفوضا تماما من الكنيسة في كل مكان مثل هذا الفكر. وأكد آباؤنا بأن السيد له المجد كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، كامل في ناسوته يعني اتحد بجسد ونفس بشرية. أبو ليناريوس ده متأثر بإيه؟ مدرسة أنطاكيا. خلي بالك يا أولاد، المقدمة اللي قلتها لكم دي عن الاختلاف بين فكر المدرستين لو حطيتوها في ذهنكم هتفهموا تطور الخلافات ماشي ازاي، وكله مبني على هذه النقطة. فحطوها يعني نقطة أساسية في ذهنكم تفهموا بيها الموضوع ماشي ازاي. مش عايزكم تحفظوا فقط، يعني تحفظوا برضه لكن لك تكونوا فاهمين ما تحفظوه. بعد شوية جه واحد من مدرسة أنطاكيا رسموه بطرق على القسطنطينية، اسمه نسطور أو نسطوريوس، بالعربي بنقول نسطور على طول. طبعا الكنيسة بتجمع وتؤكد على أن السيد المسيح له المجد كامل في لاهوته وكامل في ناسوته. فأصبح الموضوع ده مغلق تماما، من حد يقول غير كده. فهو أيد كده بقوة وهادم جدا أبو ليناريوس. طب كويس خالص،
أمال إيه المشكلة بقى؟ المشكلة إن الخلفية الفكرية والفلسفية والمنهج بتاع مدرسة أنطاكيا يقول إن كامل مع كامل ما يبقاش في اتحاد، فعشان كده قال إن المسيح اتنين، اللي هو تقول ستة في نوع من المصاحبة المرافقة الالتصاق، وإن السيد المسيح له المجد طبيعتين وأقنومين. لا يربط بينهما غير الشكل الخارجي أو يسميه البروسوغل، وقال بعض التعبيرات يقول أنا أكرم الحامل من أجل المحمول، أكرم الثوب من أجل المتردي فيه، وبناء على هذا الفكر بيبقى المسيح في نظره إيه؟ اتنين. وبناء على ذلك رفض أن يقول عن السيدة العذراء أنها والدة الإله، إن العذراء ولدت مين؟ في نظره بقى الناسوت فقط، الناسوت حاجة واللاهوت حاجة، تبقى هي والدة الإنسان، محدش يقول أبدا إن والدة الإله. فطبعا الفكر ده أول لما ظهر ربنا بيرتب يا أولاد حتى لو بيسمح ببعض مثل هذه الأمور، لكن هو ضابط الكل، بيكون مهيئ من يقود الكنيسة في الرد على مثل هذه الهرطقات والبدع. فكان ده أثناء حياة البابا كيرلس الأول عمود الدين أو عمود الإيمان، وهو من الشخصيات الفزة التي تفخر كنيستنا بها. كان موهوب منذ صغره، وكان خاله البابا توفيلس، معلش احنا نحكي لكم حواديت مع الحكاية عشان تعرفوا الظروف اللي ماشية ازاي. البابا توفيلس كان ليه أخته والاتنين اتيتموا صغيرين، مين اهتم بتربيتهم؟ البابا أثناسيوس الرسول هو اللي اهتم بتربية البابا توفيلس وأخته. بعد كده كبر البابا توفيلس وبقى هو اترسم البابا 23، وأخته اتجوزت وأنجبت طفل جميل اللي هو القديس كرولوس. فهو أخته طبعا ما كانش لهم حد، فالبابا توفيلس اهتم بابن أخته اللي هو القديس كرولوس، وكان نعمة ربنا عليه من صغره، علمه حلو في الكنيسة، ولما كبر شوية
أرسله للبرية عشان يتتلمذ على حياة الفضيلة، مش عشان يترهبن بس عشان يتلمذ على حياة الفضيلة، لأن أبانا دايما يتميزوا مش بالعلم وبس، العلم والتقوى مع بعض. كل علماء الكنيسة وأبائها عندنا قديسين، صحيح مش كل القديسين علماء لكن كل العلماء قديسين في كنيستنا. وكان موهوب، صوته جميل وبليغ ومفسر للكتاب بصورة جميلة، وكأن الروح القدس ينطق على فمه. عشان كده أبائنا كان لهم تعبيرات حلوة، يقولوا اللابس الروح الملتحف بالله، يتكلموا ويفسروا وكأنه بوحي. المهم لما حصل نسطور قال كده، البابا كيرولوس طبعا رفض هذا الكلام، لان اخطر ما فيه ايه، انت هتقول العذراء مش والدة الاله والمسيح دايما اتنين، كل فعل يعمله فعل انساني فعل الهي. اخطر ما في كده بقى ايه، لو تدرجنا لغايه ما نوصل للصليب. طب يبقى مين اللي اتصلب؟ الانسان. واحنا قيمه الصلب كله ان اللي اتصلب هو الاله المتجسد. صحيح اللاهوت غير قابل للالم، عشان كده نقول يا من ذاق الموت بالجسد، ولكن بالاتحاد بقى منسوب لي، فأصبح له قيمة لا نهائية. فهذا الفكر يهدم من الأساس قضية الفداء والخلاص. فالمهم البابا كيرولوس قعد يرسل له رسائل ودية كتيرة، ما قابلش. انا معلش نطيت حتة هرجع لها تاني ونكمل النقطة دي، عايزكم برضو تبقوا تفهموها قبل ما نتطرق لبعض التفاصيل. احنا استخدمنا لغاية دلوقتي بعض المصطلحات زي كلمة طبيعة وأقنوب، مش كده؟ دول طبيعة لاهوتية وفي طبيعة بشرية، في أقنوب لاهوتي وفي أقنوب بشري. ما هي الطبيعة وما هي الأقنوب؟ أنا هبدأ لكم بالحاجة البسيطة الأول وعايزكم أنتوا اللي تجاوبوني مش أنا اللي هشرح. لأن كل ما فهمنا يا أولاد تتفق مع العقل، اللي يفكر هيلاقي ده المنطق. إحنا كلنا كده وإحنا قاعدين، طبيعتنا إيه؟ طبيعة بشرية مش كده؟ طبيعتنا واحدة ولا أكتر؟ كلنا طبيعة واحدة. طيب كلنا أقنوم واحد أو شخص واحد ولا قطار؟ إذن كل واحد مننا له طبيعة وله أقنوم أو شخصية، مش كده؟ طيب عايز حد يقول لي إيه الفرق بين الطبيعة البشرية والأقنوم البشري أو الشخصية البشرية؟
ما تخافوش يعني، حتى اللي يغلط مش مين يقول لا، اللي عارف يرفع ايده كده بوضوح. ده هنا ما فيش خالص يعني. طب قولي يا بنت وانت قاعده. ايوه، مختلف في ايه بقى؟ ماشي، مختلف في ايه؟ مظبوط يعني اذا الطبيعة هي الصفات العامة اللي بنشترك فيها كلها، كلنا لينا جسد وروح مش كده؟ كلنا وظائف جسدنا واحدة، عشان كده لما بيدرسوا في الطب، كليات الطب بيدرسوا جسم الإنسان ينطبق على الكل، صح؟ درجة الحرارة واحدة، وظائف الأعضاء واحدة، التشريح واحد، كل الحاجات دي نتفق فيها. لكن كل واحد مننا بيتفرد بشخصيته، الشخصية هي اللي بتفردني ببساطة شديدة. لو اتنين قاعدين قدامي هقولهم في الآباء بتاعنا، عندي أبونا بيلوس قاعد وأبونا بطرس قاعد، ببساطة شديدة الاتنين طبيعة واحدة، لكن اتنين شخصية مختلفة أو كلهم مختلف، عبروا ببساطة شديدة إيه الاختلاف اللي بين أبونا بيلوس وأبونا بطرس؟ من عارف ان الشخصية ايه هي الشخصية بقى؟ قولوا حاجات محددة انت بتميزي بينهم بايه؟ قول يا بنت. نعم، الشكل، ابونا ده شكله مختلف، الوزن، الصوت، الفكر، السلوك، السن، فإذا كانت طبيعة البشرية عبارة عن جسد وروح فهي كل الصفات الخاصة بالجسد والروح اللي بتديني فرديتي. يعني أقول الشخصية الإنسانية أو الكلون الإنساني هي مجموعة الصفات الجسمية والذهنية والسلوكية اللي بتميز فرد عن التاني، صح؟ حد معترض على كده؟ طيب احنا طبيعة واحدة، الطبيعة البشرية كلها واحدة، لكن أقانيم البشر كام؟ بعدد أفراد البشر احنا طبيعتنا مركبة، عشان كده شخصيتنا مركبة. نيجي في اللاهوت، الله بسيط فطبيعته بسيطة غير مركبة، أعلن عن ذاته أنه له ثلاث أقانيم، الآب والابن والروح القدس، وإحنا شرحنا الثالوث القدس السنة اللي فاتت، لأن الله طبيعته بسيطة فلا يتجزأ، هو طبيعته واحدة ووحيدة، طبيعة واحدة ووحيدة، احنا طبيعتنا واحدة لكن هل وحيدة؟ لا، متفردة في أفراد كتير، لكن الله لأنه طبيعته بسيطة وأقانيمه بسيطة فطبيعته واحدة ووحيدة.
فالله كله آب، والله كله هو الابن، وكله هو الروح القدس. يحمل نفس الايه يعني انا هشبهها بطريقه تانية بس مش عايز استطرد فيها، ولكن عايز اقول طبيعه الله بسيطه. طيب أما يجي يحصل اتحاد طبيعي بين الطبيعة اللاهوتية والطبيعة النسوتية، وحصل اتحاد أقمومي، يعني احنا بنقول مين اللي تجسد في الأقانيم؟ الابن. الابن تجسد بطبيعته اللاهوتية، وحصل اتحاد طبيعي بالاتحاد واتحاد أقمومي. فالطبيعة الابن بطبيعته اللاهوتية اتحد بالطبيعة البشرية. طيب لما اتحد بالطبيعة البشرية اتحد بالطبيعة كلها ولا طبيعة لها فرديتها؟ لها فرديتها، مش كده؟ لأن ربنا يسوع المسيح كان له فرديته الناسوتية، نقدر نميزه عن بطرس ويوحنا زي ما ميزت أنا أبونا أنجيلوس عن أبونا بطرس أو أي حد فيه. فحصل اتحاد طبيعي، أقنوم الكلمة بالطبيعة اللاهوتية اتحد بطبيعة بشرية لها أقنوميتها، وصار طبيعة من طبيعتين، وأقنوم من أقنومين. هذا الاتحاد تم بصورة منذ اللحظة الأولى، لم يوجد الناسوت لا طبيعيا ولا أقنوميا أولا ثم اتحد، ولكن وجد في الاتحاد، وجد متحدا من اللحظة الأولى لبشارة الملاك للسيدة العذراء. الكلمة صار جسدا، تكون الناسوت في الاتحاد، فوجد متحدا طبيعيا وأقنوميا. وزي ما قال معلمنا او قديس كورولوس، صار في اتحاد طبيعي واتحاد ايه؟ اقنومي. واضح الكلام داخل الدماغ؟ ننقل لنسطور. نسطور قال ان السيد المسيح ما فيش اتحاد حقيقي، مجرد مصاحبه او التصاق، وانه طبيعتين واقنومين. ونسب اليه ايضا ان ممكن يكون اللاهوت حل في الناسوت او التصق به بعد تكون الناسوت. عشان كده القديس كورولوس كان بيقول له دايما ان الله، ان اللاهوت لم يتخذ انسانا بل صار انسانا. لم يتخذ انسانا بل صار ايه؟ انسانا، او لم يتخذ شخصا، يعني ما كانش الناسوت اتكون وبقى شخص له كيان موجود وبعد كده خده. لا، المسيح له المجد وجد في الاتحاد،
حد من الكشافة يقول لحد من الفراشين يطفي التكييف. مع ان انا حر لكن عشان خاطرك يعني. خلي بالكوا عشان هنكمل، اوعوا تسرحوا. المهم يا ولاد، نسطور قلب كده. البابا كرولوس حاول معاه بطريقة ودية، ما أمكنش، فقعد يشرح بقى بصورة رائعة التجسد الإلهي. ودي أحيانا بركة ربنا، بيحول حاجة الشر الخير. بسبب الهرطقة بتاعت نسطور صار لنا تعاليم رائعة وجميلة عن التجسد الإلهي في غاية العمق والقوة. المهم من الصور لم يستجب، والكل بدأ يستغيث بالبابا كيرلس الأول عمود الدين. الموضوع لما أحدث بلبلة، وخصوصا أن النسطور كان بطريرك القسطنطينية العاصمة، فبدأ في بلبلة وقلق يحصل، مما دعا الإمبراطور ثيودوسيوس يدعو إلى مجمع مقدس، مجمع مسكون. وكلف البابا كيرلس عمود الدين برئاسة هذا المجمع. البابا كيرلس استعد يروح، وكان من عادة آبائنا حاجة جميلة قوي، لازم يصحبوا معاهم ناس رجال صلاة وعلم في آن واحد. فكان في ذلك الوقت عايش القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. فالبابا القديس الأنبا شنودة ده كان ضليع وعالم، فالبابا كيرلس استدعاه عشان يروح معاه. ما كانش مسموح لكل حد يحضر المجمع بالرتب معينة، وعشان كده البابا كيرلس خلاه رئيس متوحدين. يعني كان الرتبة دي خدها مخصوص علشان ايه؟ تمكنه من حضور المجمع. لما راحوا بنية خالصة من أجل الله وبإيمان مستقيم حسب الميعاد المحدد وقبله، كانوا واصلين وجاهزين. كان أصدقاء نسطور من بتوع أنطاكيا أو مدرسة أنطاكيا، هو ما كانش نسطور لوحده له هذا الفكر، بس لأنه كان بطرق القسطنطينية فالفكر يعني إيه انكشف. لكن في آخرين زيه وأخطر ما كانوش واضحين، فكانوا متضايقين من اللي بيحصل. فكان بطريرك أنطاكيا في ذلك الحين اسمه يوحنا، معلش يعني ده استثناء، كان يعني اسماء يوحنا بتبقى كويسة بس ده يعني جه مش كويس. كان يوحنا الأنطاكي ومعاه مجموعة من نفس مدرسة أنطاكيا، وكان يتزعم الجميع شخص عايزكم تحطوه في بالكم كويس قوي، لأن ده بقى مصدر القلق في الكنيسة لحقبة طويلة من الزمن. اسمه سيودوريتوس أسقف كورش. سيودوريتوس أسقف كورش
ده كان قريب نسطور. لما كنت ببحث الموضوع ده في الدير، كان عندنا أب راهب الله ينحي نفسه اسمه أبونا صليب السورياني، كنا بنذكر الموضوع ده مع بعض، فكان هو ليه في التاريخ أكتر، وأنا كنت ماسك الموضوع يعني اللاهوتية التاريخية. فلما لقيت اسم سوق دوريتو ظاهر وعمال يتكرر، فبسأله لابونا صليب مين سوق دوريتو ازاي بسمعه كتير، ما كنتش اعرفه قبل كده. فجاب لي بقى شجرة العيلة بتاعته، كان ابن عم نسطور او ابن عمته، كان قزم يعني. وما هنتطرق بعد شوية في التفاصيل هتعرفوا كان ليه دور كبير في القلق اللي حصل. المهم البابا كيرلس اللي معاه راح بدري، وجي وقت المجمع الفريق بتوع أنطاكيا أو يسموهم الشرقيين تعمدوا يتأخروا، انتظروهم عدة أيام وهم متلكئين مش عايزين يحضروا، لأن عارفين إن لو حضروا في حكم هيبقى على مسطور، هم عايزين يفشلوا الحكم ده بأي طريقة. فتأخروا أكتر من اللازم، مما اضطر المجمع أنه ينعقد. البابا كيرلس طبعا كان كتب كتابات كتيرة المجمع اعتمد عليها، أهم ما كتب في هذا الموضوع بصورة محددة واضحة قاطعة حاجة اسمها البنود الاثناشر، بيوصف بيها التجسد والاتحاد، يقول من لم يأكل كذا 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 يكون محروما، كذا كذا يكون محروما، يسمى الحرم الاثناشر أو البنود الاثناشر. دي كانت محددة جدا ودقيقة جدا. المهم حكم نسطور في ضوء تعليم الكنيسة وعلى رأسها في ذلك الوقت أو يقودها البابا كيرلس بتعليمه وكتاباته، اتحكم عليه. أول لما يوحنا الأنطاكي واللي معاه عرفوا إن المجمع انعقد راحوا مواصلين، لأن نسطور كان في القسطنطينية فكان على علاقة قوية بالقادة والحراس، واحد اسمه كندنيان كندديانوس، واحد اسمه إيريناوس وغيره، فكانوا عاملين خطة. المهم أول لما عرفوا إن المجمع انعقد وحكم على نسطور، المجمع احنا بنقول في أفسس كانوا كام؟ 200 بأفسس، هم عددهم كان حوالي 30، راحوا عملوا مجمع لوحدهم وراحوا حرموا فيه القديس كيرلس وكتاباته، هو ومنه أسقف أفسس. وعملوا حاجة تانية بالتآمر مع بعض القادة والحراس، إن منعوا وصول قرارات المجمع الرسمي للإمبراطور، وقفوا في الطرق منعوا إنها توصل، وأعطوا فرصة للمجمع اللي عقده البطريرك يوحنا الأنطاكي ومن معه باعتبار ان ده كأنه هو المجمع، وبعتوا القرارات بتاعته للإمبراطور، قالوا له المجمع انعقد وقرر الآتي: حرم القديس كيرلس والبابا كيرلس والأسقف ممنون أسقف أفسس. الإمبراطور طبعا يعني
تعجب لكن خضع لقرار الايه المجمع اللي وصله. فامر بحبس البابا كيرلس ومنه المسقف افسس. طبعا اباء مجمع افسس ضايقوا قوي ايه اللي بيحصل ده، وازاي مش قادرين نوصل قرارات المجمع بسبب الجنود والضباط اللي في كل مكان منعين الوصول. قالوا لكن مش ممكن نسيب الامر هكذا. ففكروا في حيلة ازاي يوصلوا قرارات المجمع للامبراطور. فجابوا راهب لبس لبس شحات وحطوا قرارات المجمع جوه عصاية مجوفة. قالوا له تروح عشان توصل القرارات دي للإمبراطور. طب كويس، الراهب ده ممكن يعدي كشحات الجنود والضباط دول مش هيوقفوه، لكن ازاي هيدخل للإمبراطور؟ مين يوصله؟ فكان في ذلك الوقت رهبان القسطنطينية، أو شوف يا أولاد الرهبنة في كل العالم مش في القسطنطينية بس، كانوا ينظروا إلى مصر وكرسي الإسكندرية بكل الإجلال والإحترام والثقة، لأنها أصل الرهبنة ومعلمة الرهبنة واللاهوت. فبتجردهم كرهبان عن كل المناصب وكل ما هو يغري، فكان نظرتهم مخلصة، فكان ينظروا دايما لآباء الإسكندرية ولرهبان مصر إن هي المثل الأعلى ويجلونها. فكان في اتنين منهم ذو مكانة عالية من رهبان القسطنطينية من الشيوخ، كان الملك يجلهم جدا وكانوا حبساء متوحدين. فكان من حين لآخر الملك سؤدوسيوس يروح يتبارك بهم ويزورهم بنفسه ويطلب صلاته. فأباء المجمع قالوا للراهب ده، قالوا له أنت تروح عند الاثنين دول، خلي بالك أقول لكم أسمائهم ولا تتعجبوا وتصبروا للآخر هتعرفوا التفاصيل. كان واحد منهم اسمه دلماتيوس والآخر اسمه أوطاخي. المهم أول لما وصل وسلمهم القرارات وعرفوا إن البابا كيرلس في السجن دلوقتي هو من أسقف أفسس، مش أرسلوا للملك، خرجوا بأنفسهم، تركوا عزلتهم ووحدتهم. كان ليهم عشرات السنين لم يتركوا البرية ولم يغادروها ولم يتركوا مغايرهم. ففوجئ الرهبان في كل مكان إن الشيخين العظيمين المتوحدين خرجا متوجهان إلى القصر الإمبراطوري، فكل الرهبان خرجوا وراهم وكونوا خوارس في طول السكة بقى يسبحوا ويرابعوا مع بعض. فحدث ضجة في المدينة، شافوا أهل البرية وشيوخها الأجلاء قادمين،
ارتدت القسطنطينية كلها، وصل الخبر للإمبراطور، ايه في ايه؟ ده القديسين دلماطيوس وأطاقي قادمين لمقابلة جلالتك. اضطرب وتعجب وخرج لاستقبالهم، فاعتبوه، ازاي البابا كيرلس يتسجن ومنه في حين للقرارات المجمع بحرم مسطور وتعليمه؟ الملك مسك قرارات المجمع وقراها، فعرف الحقيقة، فأمر بالحال بإطلاق سراح البابا كيرلس ومنون، وتم استدعاء فريق من الجانبين. إن دوكهم برضو ادعوا إن هم مجمع أو المجمع، فلما علم بالحقيقة اعتمد قرارات مجمع أفسس برئاسة البابا كيرلس، واعتمد عزل مسطور وحرمه ونفيه. وبعد كده انتوا عارفين اتنفى لما حب ينفوه، هو يعني اتنقل في اكتر من مكان، ملقوش افضل من اخمين عند الانبش مودة رئيس المتوحدين، معقل الارثوذكسية اللي مش يقدر ينشر فكره هناك يعني. والزم الجميع بالخضوع للمجمع، واختاروا واحد بدل نسطور اسمه ماكسيميانوس، له فكر ارثوذكسي، واترسم بطرك. بتوع انطاكيا لم يخضعوا للمجمع. الملك سكت في الوقت ده، ما خدش موقف منهم فوري. كله رجع لكراسيه، وحصل انقطاع وقطيعة وانقسام وعزلة لكرسي أنطاكيا عن باقي كراسي أو عن الكنيسة الجامعة. لكن في الحقيقة البابا كيرلس رجع منهك القوة. احنا بنقول لكم الكلام ده في كلمتين، لكن تعرض للإهانة والضغط والألم بصورة أجهدته صحيا جدا. المهم رجعوا وفضلوا دول مفروزين وليسوا في شركة مع الكنيسة. الكلام ده كان سنة 431. بمساعي من ماكسيميانوس وآخرين أرادوا لم شمل الكنيسة، وإن يصلحوا اللي رفضوا مجمع أفسس على آباء المجمع وعلى رأسهم البابا كيرلس عمود الدين. فالإمبراطور بعت ليوحنا الأنطاكي ومن معه إن هم يخضعوا للمجمع ويكونوا في شركة مع الكنيسة، وإلا هياخد موقف منهم، لأنه كان المفروض ياخد موقف في الحال، هو أجله على أساس يعني تبقى في فرصة للم الشمل. تدخل في هذا الأمر أحد الأساقفة الشيوخ، أيضا أتكوس أسقف حلب، فراح ليوحنا من معه. هو كان رجل بسيط، أولا الإمبراطور قال إن يدخلوا في شركة مع الكنيسة،
بخضوعهم لقرارات المجمع، وهي أولا حرم النسطور واعتماد وتقدير كتابات القديس كيرلس اللي هم اتهموها، والاعتراف بماكسيميانوس بطرق على القسطنطينية بدل نسطور، وإن العذراء وليدة الإله، اللي هي قرارات المجمع. ده اللي كتب كده صراحة الملك بناء على شروط المجمع اللي حددوها لمن يكون في شركة معه. فهم طبعا لما لقوا نفسهم تحت ضغط بقى مش قابلين، فعملين المناورات بقى. فبعتوا مع أكاكيوس أسقف حلب للبابا كيرلس، بما أنه هو كان رئيس المجمع، أن ما عندهمش مانع يبقوا في شركة، بس بشرط هنكتفي بتحديد الإيمان اللي في مجمع ناقية اللي هو قانون الإيمان، والكتابات اللي أنت كتبتها دي كأنها لم تكن، تتراجع عنها ونبقى في شركة. فطبعا رفض البابا كيرلس وكل اباء مجمع افسس ازاي يتنازل عن كتاباته. يعني معنى كده ان النسطور ده بريء يعني، او ما عملش حاجه، وكان كتاب القديس كيرلس غلط. فرفض الشرط الدخول، قال هتنازل عن كل ما هو شخصي وعن كل الآلام والإهانات اللي تعرضت لها، لكن لن أتنازل عن الإيمان. يقر أن الكتابات كتبت باستقامة، وأن نسطور اتحكم عليه لأن كتاباتي كانت بحق، أن العذراء والدة الإله يحرموا نسطور ويقروا بماكسيميانوس بطرق بدل نسطور، برضو مش قابلين. فالإمبراطور اتغاظ وقال إذا ما قبلوش بقى حالا هيتنفذ فيهم قرارات المجمع بالحرم زي نسطور. فقالوا خلاص عملوا حاجة تانية، كل ده بعدم استقامة. قاعد مين اللي بيخطط ليوحنا الأنطاكي كمان؟ مين اللي قلتلكوا عليه خلي بالكم منه ده؟ سؤدوريتوس. راحوا جابوا واحد طيب قوي، شيخ جليل بسيط القلب ومستقيم الفكر، اسمه بولس أسقف حمص. قالوا خلاص انت تروح تنوب عننا للبابا كيرلس ويبقى في شركة معنا. اما وصل بولس أسقف حمص الى الاسكندرية كان البابا كيرلس تعبان جدا، كان مريض وكان منهك، فقعد أيام ما قابلش حد. بعد فترة لما تعافى شوية قابل بولس أسقف حمص، قال له خلاص يعني احنا يعني نبقى في سلام ويبقى في شركة مع بعض. قال له طب فين حرم النسطور وأقروا بالإيمان كتابات سليمة وأقروا بماكسيميانوس؟ قالوا لا هم فوضوني أنا وأنا ممكن أوقع لك على كل حاجة، بس في كذا موضوع تاني كنا عايزين نتكلم فيه، هم مكلفينه بيه. أول موضوع
قالوا له ايه رأيك في فكر البابا أثناسيوس في رسالته اللي كتبها لبكتيتوس اسقف كرونسوس؟ طبعا البابا كرولوس والاباء كانوا بيستخدموها كتير لانها كانت بترد على النسور. قالوا لو الرساله سليمه طبعا نقبلها تمام فورا، بس نشوفها اللي معاك الرساله دي متوافقه مع اللي عندنا ولا حصل فيها تزوير، لان في حاجات يا اولاد كانت بتحصل ان ممكن يشيلوا بعض الكلمات ويحطوا حاجات تغير المعنى وتخليها متوافقة مع الفكر بتاعه. وحصل تزوير في كتابات بعض الآباء، وعشان كده لازم نكون واعيين لما في كتابات تنشر دلوقتي يقولوا عن مخطوطات قديمة، لازم نتحقق ان هذه المخطوطات القديمة تتفق مع الحاجات اللي عندنا، إن ممكن تبقى منسوبة لآباء قديسين لكن يكون ملعوب فيها من الأصل من زمان. فلازم يبقى في تحقيق، ما ننخدعش بالأسماء. فالمهم جابوها وجابوا النسخة الأصلية بتاع البابا أثناسيوس وقارنوها، لقوا بالفعل فيها إيه؟ فيها تزوير. فقال له طب ممكن اخد النسخة، تعملوا لي نسخة زي النسخة الأصلية اللي عندكم؟ اداها له. قال له أنا موافق على النسخة اللي عندكم تماما، وموافق على عزل نسطور، وموافق على كتاباتك، والعذراء والدة الإله ماكسيميانس، ودي توقيع أهو. هو كان راجل طيب. البابا كرولوس لما شاف كده قال له خلاص انت شخصيا مقبول في الشركه معانا، وصلى قداسين معانا، لكن قال له بس هو قايل لي ما جيش غير بخطاب الشركه. قال له هعمله لك بس ايه، يبعت اتنين معاه مش هيسلموه ليوحنا الأنطاكي إلا لما يوقع على شروط المجمع باللي هي الشروط اللي قلناها قبل كده. أنا معلش يا ولاد في حاجات بتسقط برجع لها دلوقتي لأن بكلمكم من الذاكرة. هو قلنا عرض عليه كذا نقطة، أول نقطة اللي هي رسالة القديس أثناسيوس، تاني نقطة كان في سقف حرمهم ماكسيميانوس بطرق القسطنطينية بسبب انحرافهم فطلبوا منه انه يحللهم فرفض، قال لهم ما اقدرش ادي الحل لاشخاص حرمهم اسقف اخر او بطرق اخر، تقاليد الكنيسة لا تسمح، ده غير ان هو حرمهم لان ليهم اخطاء، فازاي انا احلهم؟ فرفض. فقالوا له حاجة تالتة، قالوا له طيب هو في ناس كتير بيقولوا عليك انك ابوليناري، ليه؟ عشان بتقول بالطبيعة الواحدة. فكانوا دايما بيوجهوا تهمة للبابا كيرلس انه ابوليناري، لان طالما بيقول بطبيعة واحدة يبقى عندهم كأن حصل زي ما قال ابوليناريوس، إن صوت على الأقل جزء منه تلاشى أو يعني في حاجة ناقصة، إنه طبيعة لاهوتية. طالما طبيعة واحدة يبقى كده، مهما قال بقى إنه كامل في لاهوت وكامل في ناسوت، لا، حسب الخلفية بتاعت مدرسة أنطاكيا لو قلت واحدة يبقى بتلاشي إيه؟ الناسوت أو بتقلله. فقالوا له فهم كتبوا رد عرض للإيمان يردوا بيه على إيه؟ على الناس اللي بيقولوا كده وبياخدوا رأيك فيه، عارضينهم. عرض الإيمان ده كان مين اللي كاتبه؟ سؤودوريتوس.
فالبابا كورولوس قراه كده لقى فيه أقر إن العذراء والدة الإله، وأقر إن حصل اتحاد، حقيقي يعني بين اللاهوت والناسوت من طبيعتين. وفي بعض العبارات اللي تفهم كده وكده يعني غامضة، هو نفسه وصفه كده. فالبابا قال له ايه ده؟ فبدأ أكاكي بولس اسقف حمص يفسرها بالمعنى الارثوذكسي، لا ده يقصده كذا كذا، يقصده كذا كذا، يعني ممكن تفهم كده او تفهم ايه كده. فبدأ هو يفسرها كذا وكذا. المهم البابا كيرلس لم يعتمدها، قال له عموما انا هبعت خطاب الشركة ليهم، وكتب رد خاص بيه للي بيتهموه بالأبولينارية، وكتب بيقول: كتب اخواتنا الشرقيون قدموا عرض امام بيقول كذا 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 للرد على اللي بيقولوا بيتهموني بالأرونية. اما ردنا نحن فبدأ يرد، يعني يميز بين رده هو وكلامه هو وكلامهم هم، كلامكم ده خليل ايه ليكم، اما كلامنا نحن فهو كذا. وكلف اتنين من عنده مندوبين ان يرافقوا بولس اسقف حمص ويروحوا ليوحنا الانطاكي واللي معاه، ولا يسلموه خطاب الشركة الا لما يوقع اولا على شروط المجمع بكتابات البابا كيرلس: العذراء والدة الإله، حرم نسطور، ماكسيميانوس، بطرق القسطنطينية. فطبعا كان في مندوب إمبراطوري اسمه أرسطولاوس مرافق، فراح معاهم قال لهم: لا إما هتوقعوا، لإما على الإمبراطور عدل أقول لكم إن أنتوا رافضين إيه؟ الخضوع. فالمهم يوحنا الأنطاكي وبعض الأساقفة وقعوا، فراحوا مندوبين البابا كيرلس سلموهم خطاب الشركة وانطلقوا للبابا كيرلس. طبعا البابا كيرلس رغم الآلام اللي شافها والإهانات وغيره يهمه سلام الكنيسة، فقال طالما في النهاية قبلوا الخضوع للإيمان المستقيم ورفض ما هو خطأ خلاص، ففرح وبدأ يبعت خطابات للأسقفة يهنئهم بالسلام ويعبر عن فرحه إن حصل سلام في الكنيسة. يوحنا الأنطاكي أيضا، خلي بالكم عشان دي مستند مهم، كتب رسائل لأسقف روما والقسطنطينية وللبابا كيرلس نفسه، شرح فيها كيف تم الاتفاق بالصورة اللي قلناها دهيت، إن الاتفاق تم على أساس كذا وكذا وكذا. بدأت الأمور تهدأ قليلا ويفاجئ الجميع بنشر إشاعات وإدعاءات إن الاتفاق تم بناء على ان القديس كيرلس عد الافكار ونبذ الكتابات اللي كان كتبها، وان هو قبل صيغه ايمانيه كتبوها هما وبقت هي صيغه الاتحاد اللي على اساسها تم الايه الاتفاق، والصيغة دهيت اللي هي عرض الإيمان اللي هم
كاتبينه في الرد على اللي بيقولوا عليه أبو ليناري، اعتبروا دي صيغة الاتفاقية. وطبعا لا وجود لها كصيغة ولا غيره يعني. وبدأوا يفسروها النقط اللي بنقول عليها، كان وصفها القديس كورولوس بعض العبارات الغامضة اللي بولس أسقف حمص فسرها بطريقة أرثوذكسية، بدأوا يفسروها بالطريقة التي تتفق مع أفكارهم، وبدأوا ينشروا هذا الكلام. ففي ناس تبعت للبابا كورولوس ازاي اتفقت معاهم؟ انتوا عارفين طبعا زمان ما كانش الاتصال زي دلوقتي، ولا تليفونات ولا نت ولا غيره. البابا كورولوس في البداية كان بيدافع عنهم، لا ده احنا اتفقنا لان هم اقروا بكذا كذا 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 كذا، وافتكر ان في ناس بتشنع عليهم. بعد فترة تيقن وتأكد من الأساليب الملتوية المخادعة التي بيتبعونها، فطبعا انفعل جدا وراح كتب رسائل من أقوى ما يمكن في التحديد الإيماني، حوالي 5 رسائل ما زالوا هم لغاية دلوقتي يقولوا إن إحنا بنفهمها غلط. بابا كورولوس ما كانش يقصد كده، لكن إحنا بنفهمها إيه؟ غلط. وبدأ ياخد موقف لما كانوا عملوا شركة وبعثوا ووقعوا، فوقع يوحنا الأنطاكي وبعض الأساقفة، الآخرين اللي ما وقعوش الإمبراطور قرر أن يحكم عليهم. قالوا خلاص خلاص هنوقع. فالبابا كورولوس لأنه خد درس بقى من المخادعات اللي عملوها، راح هو كتب ما اكتفاش بس بقرارات مجمع أفسس، كتب تحديد إيماني قاطع مانع يوقع عليه. هذا التحديد الإيماني يخفى لا يعلن عنه الآن، لكن قدرت أتحصل على بعض فقرات منه متفرقة من كتاباتهم هم اللي بينشروها. ظل ما تبقى من حياة البابا كورولوس يوضح موقفه بسبب الإدعاءات والتزوير، يمسكوا رسائل لي ويروحوا مغيرين فيها حاجات إن البابا كورولوس عدل عن إيه؟ عن فكره ويقول كذا. أنهك وتعب، منكسرت معانا لغاية ما جت سنة 444 وربنا يعني قال له كفاك تعبا، وخده في السماء بعد جهاد وكفاح كبير. برغم فجيعة الكنيسة كلها وتأثر الجميع بنياحة البابا كورولوس، العجيب ان بقدر ما كان فرح وشماتة المقاومين له، لدرجة وصف موته بحاجات صعبة قوي، يقولوا أخيرا مات الفرعون، وكتبوا كتابات مش كويسة من ضمنهم سؤدوريتوس نفسه وهيبة أسقف الرها وآخرين. مين بقى شايف الحاجات دي كلها وتبعتها وتاريخها؟ البابا ديوسقوروس.
لأن اترسم بعد البابا كيرلس البابا ديوسكوروس، وكان تلميذه فمتابع كل الحاجات دهيت، إشاعات وادعاءات كتيرة. فجي بعد كده ماكسيميانوس مات، وجي واحد اسمه بروكلوس بعده كان أرثوذكسي، قعد فترة وانتقل، فجابوا واحد اسمه فليبيانوس تابع لمدرسة أنطاكيا في القسطنطينية، وبدأوا يشيعوا إن المصالحة اللي تمت مع القديس كورولوس سنة 433 تمت بناء على صيغة مصالحة هما اللي كتبوها، اللي كان كتبها سؤدوريتوس، وللأسف ما زال البعض يقول كده، وأحيانا بعض ناس من كنيستنا يقروا حاجات أجنبية وياخدوها ويتكلموا ويعلموا بيها كأنها صيغة المصالحة بتاعت 433، ويفسروها بالطريقة اللي تتوافق مع فكرهم. فكان في صراع حوالين هذا الأمر، ماذا حدث في 433؟ كده ولا كده؟ فبعد نياحة البابا كيرلس استغلوا الفرصة كمان وعمالين بقى يرسموا أسقفة لهم الفكر النسطوري، حتى رسموا بعض القواد اللي كانوا حضروا مجمع أفسس وكانوا يعيقوا الوصول الرسائل وكده، واحد اسمه إيريناوس من لا يصلح رسموه. مات يوحنا الأنطاكي، جاء ابن أخته اسمه ديمنوس، كان شخصية ضعيفة لا نفس الفكر، وكان اللي بيقود الموضوع كله سؤدوريتوس. كان في واحد فرها اسمه رابولا، القديس رابولا كان راجل تقي أرثوذكسي، مجرد متنيح جابوا واحده واحد بداله اسمه هيبة اللي هو عاب في البابا كورلوس بعد نياحته، فعاب في تعليمه، والدنيا عمالة يشيعوا حاجات إن المصالحة كانت كده، والبابا كارولوس تراجع عن فكره، والتعليم المسيح له طبعتين، وهكذا. مين اللي كان بيقاومهم في القسطنطينية؟ مين اللي كان بيقاومهم في القسطنطينية؟ عمالين انتشروا حتى في القسطنطينية، لكن كان في شخص بيقاومهم، تفتكروا مين؟ أطاخي. وكان يبعت للبابا ديسكورس يعمل كذا وكذا وكذا، وكان سؤدوريتوس داخل خارج في القسطنطينية ويهيج الدنيا ويعلم. أطاخي كان له مكان عند الإمبراطور، فعرفوا اللي بيعمله سؤدوريتوس، فالإمبراطور أصدر قرار بأن يلتزم سؤدوريتوس وبروشيتو وما يدخلش القسطنطينية. كورش كانت سؤدوريتوس الغاز، وكان أسقف روما اتنيح، وجي بدل واحد بدل منه اسمه لاو، فراح خد بعضه وطلع على أسقف روما. وقال له ازاي انت تبقى موجود وبطرك الاسكندرية طايح فينا كده، انت أسقف العاصمة الأم. فالكلام جاي على هوا مين؟ لاو. قال له طب ليه ما تحلش الموضوع ده كله انك تكتب تحديد ايماني والكل يلتزم بيه؟ تفتكر كده؟ قال له اي،
بتوع روما في ذلك الوقت ما كانوش لاهوتيين. كان كرسي العاصمة كان السياسة أكتر منه لاهوتيين يعني، وما كانوش يحضروا حتى المجامع، ما لهمش دور في المجامع المسكونية الأولى خالص. قال له طب أنا هقعد معاك ونفكر مع بعض نكتب تحديد إيماني كده وينشر والكل يلتزم بيه. وقعد معاه كتب له اللي هو تعرف بعد كده بتوماس لاون. عارفين توماس لاون بقى أساسه مين؟ سؤودوريتوس أسقف كورش. عشان كده بقول لكم الاسم ده. المهم متغاظين من مين؟ مين راس الحربة دلوقتي اللي واقف لهم؟ وطاف. قالوا لازم نخلص منه، وفي نفس الوقت في خلاف على المصالحة دي عبارة عن عايزين يكرهوها ان هي كده، ان المصالحة قالت بطبعتين. فراحوا دعوا لمجمع مكاني في القسطنطينية. ما تستعجلوش في حاجات يعني، اسمعوا كلام وهشرح لكم تفاصيل بعد كده يعني. عملوا مجمع في القسطنطينية، مجمع مكاني ما خلوهوش مسكون سنة 448 بقيادة فيليبيانوس أسقف القسطنطينية لمحاكمة مين؟ بطاخ. تعال انت هتتحاكم، ليه انا عملت ايه؟ قال له تعال انت بتقول ان المسيح طبيعة واحدة؟ قال لهم اه، كل اباء الكنيسة قالوا كده، يعني ما بتؤمنش انه بطبعتين؟ قال لا، يعني معنى كده انك بتقول انه ما خدش طبعتنا؟ ملوش نفس طبيعتنا؟ قال لهم لا، ما هو خد طبيعة أمه ببساطة كده، خد طبيعة إيه؟ أمه. قالوا له يا خلاص، يبقى طالما خد طبيعة أمه يبقى طبيعتين. قال لهم لا، أبائنا ما قالوش كده، قال له طبيعة واحدة. قالوا يبقى أنت كده بتنكر الإيه؟ الناسوت. المهم حكموا عليه وغيروا أقواله، زوروا في أقواله، وحكموا بحرم وطاق. هو لما شاف حيثيات الحكم والطريقة اتظلم، فبعد تظلمه للإمبراطور وللبابا ديوسكوروس والأسقف روما وكل القيادات اللي موجودة. في نفس الوقت لما حرموه أقروا أنه اتحرم لقلب طبيعة واحدة، وده مخالف لتعليم الكنيسة ومخالف للمصالحة اللي تمت بين يوحنا الأنطاكي وبين الشرقيين وبين القديس كيرلس اللي أقروا فيها بالطبيعتين. يعني استخدموا الموقف ده عشان يقروا إن كان في صيغة مصالحة بالطبيعتين بين البابا كيرلس وبين الشرقيين، وسيلة لتقنين وتقرير حاجة هم عايزين يقرروها. فبعد تظلم طبعا حصل ارتباك وقلق، مما دعا الامبراطور سيودوسيوس ان يدعو لمجمع مسكوني في افسس. فانعقد مجمع مسكوني في افسس سنة 449. البابا ديوسكوروس يا ولاد من
أروع الشخصيات اللي عرفتها كنيستنا، كان محنك جدا وعلى دراية بالألعاب وبالحاجات اللي بتتم، لأن شاف وعاصر معاناة البابا كيرلس معاه، فما كانش هو رئيس المجمع لوحده، خلى المجمع برئاسة ثلاثية، رئاسة ثلاثية، البابا ديوسكوروس ويوبينيليوس أسقف أورشليم وتلاسيوس أسقف قيصرية. المهم جابوا بطاقي، انت ايه ايمانك؟ فالايمان مستقيم جدا بالقول والكتابة. الاباء اللي في المجمع قلوا في اعتراض على الايمان ده؟ قالوا لا، ده ايمان مستقيم ما فيهوش حاجة. امال ايه اللي حصل؟ قدم ان حاجات تثبت ان غيروا في اقواله وزوروا حاجات. المهم لما أقر بإيمان مستقيم، المجمع أصدر قرار بحل أطاخ، رفع عنه الحكم اللي كان واخده ظلم. وكان مين حاضر بقى في المجمع؟ فيليبيانوس ودمنوس وسؤودوريتوس وإيريناوس، كل الشلة اللي هي واللي كانوا ضد البابا كيرلس. فمسكهم البابا ديوسكوروس واحد واحد بقى، انت كتاباتك وإيمانك ايه؟ كل يقول طبعتين طبعتين. قال لهم لا، ده مش مستور واحد، ده النصطرة كتير موجودة. فاتحرم في اليوم ده عدد من الآباء الأسقف اللي هم كانوا ترسموا في الفترة اللي عايزين ينشروا فيها الفكر النسطوري. وعالج من الجذور برئاسة ثلاثية زي ما قلت لكم. المجمع أدير بطريقة رائعة. في المراجع الأجنبية دلوقتي يسمون المجمع اللصوصي، لكن من أقدم الوثائق لأعمال هذا المجمع كتبها البابا تيموثاوس 26 اللي جه بعد البابا ديسكورس، كان حاضر وكتب أعمال مجمع أفسس على حقيقتها، والمرجع ده موجود عندي، موجود باللغة السريانية وترجم للألمانية. يبين من أروع ما يمكن، يتفق معه كتاب نشره الكاثوليك في روما باللغة العربية سنة 1694 اسمه مضمون المجمع الخلقيدوني. كانوا نشروه عشان ينشروا الفكر الخلقيدوني عندنا، فجابوا الوثائق القديمة من غير ما يلعبوا فيها كتير يعني، بس اتلخفنت شوية كده ونشروها، ففوجئوا ان جابت نتيجة عكسية، فراحوا لموا الكتاب بعد ما كانوا بينشروه لموه، لكن بقيت بعض النسخ، قدرت احصل على احدها وموجود، وموجود ذكر لهذا الكتاب في السنكسار لاحد الاباء البطرقة، مش فاكر البابا يوانس 18 او 17،
إن كان جابوا سيرة من الكتاب ده 12 يعني، وبعد كده لموه تاني. المهم انفض المجمع بحل أوطافي وحرم الأسقفة اللي هم عاملين قلق واللي لهم فكر نسطوري، وكانوا ينشروا الأكاذيب حول البابا كيرلس وحول مصالحة 433. تحبوا ناخد بريك ولا نكمل؟ اللي عايز بريك يرفع ايده، اللي عايز نكمل يرفع ايده. طيب ممكن ناخد بريك بس بشرط، هدي زمن محدد لابد ان نجتمع فيه عشان ما نتاخرش خالص. دلوقتي الساعة كام؟ 6 إلا 5. يكفيكوا قد ايه؟ 10 دقايق. خلاص بعد 10 دقايق الكل يتجمع. احنا كنا وقفنا لغاية مجمع أفسس الثاني، واللي حصل فيه باختصار وازاي ان المجمع اعطى الحل لأوطافي بعد ان ثبت براءته واعلن ايمانه المستقيم، وازاي حرم بعض الاباء الذين لهم فكر نسطوري ونشاط نسطوري متمسكين به. انتوا تلاحظوا بنتكلم عن أوطافي بطريقة تبدو غير مألوفة شوية، ما تستعجلوش، هنعلن بصراحة وضوح موقف الكنيسة من أوطافي ايه في الآخر هقوله. ولكن أنا بعيشكوا الأحداث اللي حصلت بالفعل، لأن من ضمن الحاجات اللي بتوجه للبابا ديوسكوروس إلى يومنا هذا إنه إزاي أعطى الحل لأوطافي. فالناس تسمع تقول آه طب ما هو يعني غلطان، ليه عمل كده؟ فأنا بوريكم تفاصيل قد تكون غير معلومة ليكم عشان تعرفوا يعني عظمة البابا ديوسكوروس وعدله ودقته وحنكته. ما كانش ساذج يضحك عليه، لا. فعشان كده بقول لكم في حاجات من حضرتين دول لازم يتحضروا بالكامل. لو واحد حضر جزء وما حضرش التاني ممكن يوصل له انطباع او فكر معين ممكن مش مظبوط، فلازم الكلام يتاخد في مجمله للنهايه لا يقتطع جزئيا. مجمع أفسس بالقرارات اللي أخدها كانت قرارات صائبة. الكنيسة استراحت شوي من كل رؤوس الشر اللي مسببة قلق، لكن انتوا عارفين ان عدو الخير والشيطان مش ممكن هيسيب الكنيسة طول ما احنا عايشين. بعد قليل مات الامبراطور ثيودوسيوس ولم يكن له وريث. انتوا كلكم عارفين الحكاية لما أرسل رسول لبرية شهاد هو وابنه زيوس، واستشهدوا مع شيوخ برية شهاد 49 شهيد شيوخ شهاد، وربنا يعني عرفه ان مش هيكون له نسل. لما مات ولم يكن له ابن او وريث،
كان له أخت اسمها بوليخاريا أو بوليشاريا، كانت قد نظرت البتولية. فبعد ما مات الإمبراطور سودوسيوس، حنست بنظرها وتزوجت من قائد الجيوش كان اسمه ماركيان، وجعلته إمبراطورا. هي الإمبراطورة وهو الإيه؟ الإمبراطور. في بعض الآباء ما كانوش مرتاحين إن زي الإنسان يندر وبعد كده إيه؟ يعني يرجع في ندم. تقرب إليها المجموعة اللي كان محكوم عليهم وطلبوا بعقد مجمع، وفضلوا يلحوا مع ان ما كانش في قضية تستدعي ان الإيمان مستقر، مفيش حاجة جدت. إلحاحهم ومساعيهم نجحت في ان ماركيان عن طريق بلغاريا ان يطلبوا عقد مجمع مسكون. فبعتوا للبابا ديسكورس دعوة بحضور مجمع مسكون. فالبابا تعجب، ما هو سبب هذا المجمع؟ لأن مفيش ما يعكر الصف أو مفيش قضية إيمانية موجودة تتناقش. الإيمان مستقر وفي غاية الكمال، لماذا عقد المجمع؟ لكن أصر وفرح وهو رايح كعادة أبائنا. خد معاه القديس الأنبا مكاريوس أسقف إدكو، كان أسقف بسيط وقديس. في حكايات تاريخية جميلة أنا بس مش عايز أستطرد فيها عشان يعني لو إنها جميلة ممكن متقدوش متسمعهاش، لكن يعني إيه مش هخوض في بعضها عشان نختصر. كان في خطة موضوعة، قالوا لو اتعاملنا مع البابا ديسكورس في قضايا الإيمان مش هنسلك معاه، لأن أبائنا بصراحة مشهود لهم بقوة الحجة وقوة الإيمان. فقالوا إحنا نعمل محاولة قبل المجمع، لو قبل التحديدات الإيمانية اللي إحنا عايزينها يبقى خلاص ما كانش ينعقد المجمع ونتعامل معاه في الإجراءات، في أمور إجرائية مش أمور إيمانية. فالإمبراطورة التقت بأساقفة المجمع اللي جم واحد واحد كده على انفراد، وجابت طومس لو اللي هو كان سودوريتس عامله للو، وطلبت من الأسقفة ان يوقعوا عليه. مش الكل بيبقى عنده ثبات وقوة الآباء العظام بتوعنا أو حتى في كل مكان، يعني تختلف الشخصيات. ففي شخصيات مجرد وقع فبيوقع. خدتهم واحد ورا التاني بأسلوب الوعد والوعيد، فكتير وقعوا على طومس لو. جه الدور على مين بقى؟
على البابا ديسكورس، شخصية مختلفة. فجابت له التومس وقع، قال لها: ما شأنك أنت والملك بأمور الإيمان؟ ربنا اداكوا الملك، خليكوا في الملك، لكن ما يخص الإيمان ده من اختصاص الإكليروس. بعدين الإيمان في غاية الكمال، إيه اللي نغير فيه؟ فراحت قالت له: خلي بالك، كان في واحد زيك كده دماغه ناشفة أيام أمي، كان الإمبراطور الأرثوذكسية على ما أتذكر، يعني اللي هو القديس يوحنا ذهبي الفم. أنت عارف إيه اللي جراله؟ لأنه اتنفى القديس يوحنا ذهبي الفم ومات في المنفى. فرد عليها البابا ديسكورس، قال لها: وانت عارفه ايه اللي جرى لامك؟ بعديها انها تعبت قوي، ما ارتاحتش غير لما راحت وطلبت الصفح منه بعد نياحته. فراحت لطمته، وبعض الجنود يعني اعتدوا عليه، في سنان منه وقعت ونتفوا شعر لحيته، فبعتهم لأولاده في اسكندرية لهم ثمرة الإيمان. يعني ما بقاش في يعني فرصة أخرى غير إن هم لابد يعقدوا المجمع. فاتفقوا إن يتعاملوا معاه في الإجراءات، في الأمور الإجرائية. عارفين أنتوا في القضايا، يا ريت اللي معاه موبايل كله يقفل فوق وتحت. ممكن واحد تبقى لابسه تهمة ومحامي يخرجه من خلال الإجراءات، والعكس صحيح، يعني ممكن يسيبوا الموضوع الأصلي ويمسكوا في الإجراءات يعني. فقالوا: نبعد عن الأمور الإيمانية خالص، وناخد وندي معاه في الإجراءات عشان يعني نوقعه فيها. وبعدين حشدوا جمع غير عادي لا علاقة لهم بالمجمع، يعني المجمع اللي قبله في أفسس كان 200 بأفسس، القسطنطينية 150. أرجوكوا اقفلوا التليفونات، اللي أنا سامع تليفون. نقيا 318، دول حوالي 600 وزيادة كمان، حاجة غير عادية. وبعدين البابا ديسكورس هو الأسقف المصريين وهم داخلين فوجئوا بحاجات غريبة. لا، أنت ما تقعدش هنا، أنت تقعد كمتهم. حصلت ضجة، ده مين ده المتهم ومتهم بإيه ومين اللي يقوله؟ حصل أخذ ورد. لا، ومين قاعد في المجمع رغم ان محكوم عليه؟ سؤدوريتوس الذي لا يحق له حضور المجمع لانه محروم. لما حصل شد ورف، فالبابا ديسكورس حفظا للسلام قال لهم: ما فيش مانع، هقف كمتهم اما اشوف ايه التهمه بتاعتي. إن المجمع ده كله عشان مخصوص عشان خاطر مين؟ البابا ديسكورس. فقالوا له: التهمة الأولى، إزاي تعقد مجمع مسكوني بدون إذن بابا روما أو أسقف روما؟ ما كانش كلمة بابا دي لسه موجودة، أسقف روما. كان بابا دي خاصة بالبابوات الإسكندرية بس، بعد كده برضو اتغلت يعني. فقال لهم: من امتى المجامع بتنعقد باذن اسقف روما؟ المجامع بتنعقد بدعوه من الامبراطور، وده معروف في التاريخ. كان مجمع
نقيا بدعوة الإمبراطور قسطنطين، المجمع اللي فكر بدعوة الإمبراطور سيودوسيوس وهكذا. وبعدين ده حتى الأسقف روما بعت مندوبين، ادي تهمة فندها. التهمة التانية، ازاي اعطيت الحل لقطافة؟ قال لهم انا عايز افهم انتوا اشمعنى انا؟ طب ما هو مش انا لوحدي كنت رئيس المجمع، كان رئاسة ثلاثية، اشمعنى بتحكموني انا يعني؟ قال لهم قطافي قدم اعتراف ايمان سليم ارثوذكس وكل المجمع وافق عليه. قالوا له لا ده كذب، هو بيقول غير كده. قال لهم الكتاب بيقول من كلامك تتبرر ومن كلامك تدان. واحد قال حاجة مظبوطة فاحنا بنحاسبه على اللي ايه؟ على اللي قاله. قالوا لا هو بيقول غير كده. قال لهم ده لو بيقول غير كده ده مش يستحق الحرم وبس، والحرقة أيضا لو بيقول غير كده، لكن هو اللي قاله مش كده. وبعدين مش أنا لوحدي اللي حارلته، يعني في أسافة كتير من اللي قاعدين وقعوا على الحل، ففي بعض الأسافة اللي هم استقطبوهم قالوا اتضغط علينا، هم قالوا كده. والأسقف المصريين انفعلوا قالوا نعم الضغط، أسقف يضغط عليها جندي المسيح لا يهاب الموت، أوقدوا النيران لنريكم كيف يكون الاستشهاد. فرجعوا الأسقف دول قالوا أخطأنا ونطلب الغفران، أخطأنا ونطلب الغفران. فأدي تفنيدة أخرى إجرائية فشلت. إزاي ما قريتش توماس لاون رسالة الأسقف لاون في المجمع؟ قال لهم كذا مرة قلت لنقرأ رسالة أخينا لاون، والكاتب والسكرتاري قالوا لسه في مواضيع أخرى، كان مواضيع كتيرة فالوقت ما كفاش إن أنا أقرأ. وبرضه بيكرر ما كانش هو لوحده رئيس الإيه؟ المجمع. ليه حرمت في ليبيانوس؟ كرر نفس الوضع، ما كنتش لوحدي ولأنه علم بتعليم غير أرثوذكسية، بيقول بالطبعتين. فدخل بقى الصراع طبعتين ولا طبيعة، فقالوا نشوف رسالة لون نقراها. فطبعا رسالة لون طول طبعتين. البابا ديسكورس له بعض التعبيرات قالها في الظروف دهية، محسن من مؤامرات كده، قال إني مضطر أن أكون جسورا لأن الأمر يتعلق بخلاص نفسي. وبعد كده حتى وقبل كده لما حطوا له لإما يوقع أو لأ، قال ولو قطعت يدي وسال الدم منها على القرطاس ما وقعت. قال لهم أنا معايا كتابات آبائي أثناسيوس وكيرولوس وغيروغوريوس، وكلها تؤكد الإيمان بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح. إذا كنت ربنها احرموني وآبائي معه. وخلي بالكوا قال مين؟ أثناسيوس وكيرولوس وغيروغوريوس، عشان لو لقيتوا كتابات في بعض حاجات أجنبية منسوبة لحد منهم فيها طبعتين تحطوا تحتها خطوط كثيرة زي ما قلت لكم من شوية،
حصل ايه، وبنرجع للمخطوطات اللي عندنا فنلاقي العكس. فالمهم طبعا كان اقوى مستند بخصوص شرح الامور ديت البنود الاثناشر للقديس كرولوس. فقالوا له خلاص، دخلوا بقى في امور لاهوتيه، يعني كل الحاجات الاجرائيه انتهت، بقوا مضطرين، ما فيش قدامهم غير الحوار اللاهوتي. فراح جايب الاسانيد القويه معاه وهيبداوا مناقشه. قالوا خلاص ترفع الجلسة وتعقد بعد 5 أيام، وتعطى فرصة لقراءة وفهم توماس لون في ضوء البنود الاثناشر للقديس كرولوس. لأن ما يقدروش يتعانوا في القديس كرولوس، في اختلاف واضح. فقفلوا ترفع ونناقشها في ضوء القديس كرولوس بعد كام؟ 5 أيام. راحوا بعد 3 أيام عملوا جلسة ما كانش فيها حاضر القضاة المدنيين، كان في كذا قاضي مدني حاضرين لضبط الإجراءات. ودعوا فيها القديس ديوسكوروس. طبعا الجلسة دي تعتبر غير قانونية لأنها سابقة لمعادها ومش مكتملة الأرقام تجعلها جلسة رسمية. هو رفض، وبعض الروايات التاريخية تضيف كمان أنه منع، كانوا موقفين حراسة عليه انه ما يخرجش. فعملوا طريقة في قاعدة في المجمع المقدس، لما حد يدعى لازم يحضر، لو رفض الحضور يبعتوله 3 مرات تعال في ما عايزينه، رفض يبعتوله تاني، رفض يبعتوله تالت، رفض يتحكم عليه. فحصل كده، دعوه 3 مرات، فلما لم يحضر للأسباب اللي قلتها، فحكموا على البابا ديوسكوروس بالحرب لأنه دعي ولم يحضر. ولم يجرؤ أن يحكموا عليه كأنه منحرف في الإيمان أو هرطوب، حتى في شدة تآمرهم لم يجرؤ أحد أن ينطق على البابا ديوسكوروس أن بسبب إيمانه، ولكن قالوا لأنه دعية، يعني برضو اتخذوا وسيلة إجرائية يتحكم بيه عليها مش الإيمان، لأن معروف أبائنا. وبنفيه إلى جزيرة غغرة. طبعا حصلت ضجة كبيرة، وده كان أول انشقاق في الكنيسة، الكل هاج، حتى في القسطنطينية نفسها، في أورشليم، في مصر، كل التجمعات الرهبانية في كل مكان. زي ما قلت لكم إن الرهبان كانوا دايما متجهين إلى مصر. أما راح لجزيرة غغرة رافقه وحب يرافقه القديس مكاريوس أسقف إيدو. قال له مش هسيبك، هكون معاك. قال له لا، انت لازم تروح اسكندرية، ان ليك رسالة هناك وينتظرك اكليل هناك.
فالمهم جه الأنبا مكاريس أسقف إدكو وتقابل مع المندوبين بتوع الملك ومن تجاوب معهم، وهو بيكلمهم رقصوه ركلوه فسقط شهيدا في الحال، وتحققت نبوة البابا ديوسكورس، وصار غليان وهجوم شديد في الكنيسة كلها على مجمع خلق دنيا، واتهم بالنسطورية، إن لما قروا توماس لاون في المجمع قالوا كده إن السيد المسيح وكنوم واحد، ومين اللي كان بيفسر الطومن ويشرحها لهم؟ سودوريتوس كان حاضر بقى وهو اللي كتبه، فقال لهم نقصد بالأقنوم البروسوب اللي احنا قلناه لما كنا بنتكلم عن الصور، وهنعيدها تاني دلوقتي. فأقنوم واحد في طبعتين، في مشيئتين، في فعلين، طبيعة قابلة للإهانات وطبيعة متلألئة بالمعجزات، يعني بالعجائب، يعني كل فعل يخص الطبيعة اللي تخصه. أقنوم واحد في طبعتين، فعلين، مشيئتين. برضو ما جبناش الشاشة، كل مرة أقول له فين الشاشة نشرحها. أنا عايزك تاخدوا بالكم يا أولاد من الحتة دي قوي من دلوقتي وجاي، دي النقط اللي عايزكم تبقوا واخدين لبالكم منها عشان تعرفوا الواقع الفكري والإيمان اللي يعني بنقتنع بيه وبنعيشه الكنائس الأخرى أيضا دلوقتي. إحنا قلنا إن النصور قال إن السيد المسيح طبعتين وأقنومين، خلاص يا أبونا مش لازم الشاشة، يعني تخيلوا معايا وافهموا، هما مستوى فهمهم حلو. متحدين في الشكل الخارجي اللي هو البروسوب، فسؤدوريتوس فسر الأقنوم الواحد من هنا. أول مرة كان يحصل بقى تلاعب في المصطلحات، حتى أيام البابا كرولوس مع نصور كان المصطلحات ما فيش فيها خلاف، بدأ التلاعب في المصطلحات ومعانيها من خلق دنيا. قالوا أقنوم واحد في طبعتين ومشيئتين، وبعدين سؤدوريتوس فسر قال نقصد بالأقنوم هنا البروسوب، بروسوب يعني قناع أو شكل خارجي أو شخصية تمثيلية، له تعريفات كثيرة. فأبائنا عارفين إن ده فكر نسطور. طب مجمع خلق دنيا قال أقنوم، بدل ما يقول بروسوب قال أقنوم واحد طبعتين مشيئتين فعلين. طب خلينا نشوف معاني اللي قالوه، هل تتفق مع تعبيرات نصر ولا لا. اول حاجه اقنوم واحد سودوريتوس فسره لهم وشرحه انه المقصود بيه الايه، البروسوبن الواحد، يعني ممكن نشيل اقنوم ونحط ايه، بروسوب، فكان نصر قال بروسوبن، خلق دنيا قالوا ايه، بروسوب. ما هو قالوا أقنوم بمعنى بروسوب، فإذا يتساووا في الإيه، في النقطة ده هي. نصور قال طبعتين، خلق دنيا قالوا إيه، طبعتين، يبقى الأمور ماشية زي بعضيها دلوقتي. الحتة الأخيرة بقى عايزكم تصحصحوا ما أشوف فاهمين ولا مش فاهمين. نصور قال أقنومين، خلق دنيا قالوا فعلين ومشيئتين. وهنا هسألكم سؤال كنا اتكلمنا عنه في التعريف، الفرق بين الطبيعة والأقنوم وكده. الفعل والمشيئة
من الصفات الطبيعية ولا الأقنومية؟ الأقنومية، لأن قلت بفرق بين شخص والتاني بسلوكه بفعله وهكذا يعني. فإذا لما أتكلم عنه بالمثنى فعلين مشيئتين، يعني كأني بقول إيه؟ أقنومين، يعني ممكن أشيلهم وأحط بدلهم أقنومين. يبقى نمسك المعادلة تاني، بروسوب بروسوب، طبيعتين طبيعتين، فعلين ومشيئتين أشيلهم وأحط بدلهم أقنومين، وهنا أقنومين، المحصلة إيه؟ ده يساوي ده مع الخلاف اللفظي في التعبير، فأصبح مجمع خلق دنيا إقرار صريح بالفكر النسطوري اللي مبني على فكر ومنهج ومدرسة أنطاكيا في مفهومهم للاتحاد. فأصبح في اتهام شديد من الكنيسة كلها لمجمع خلق دنيا. حصل استشهاد يا أولاد يمكن يفوق في بعض الأحيان ما حصل أيام الإمبراطورية الوثنية. في يوم مرة في يوم واحد استشهد في الإسكندرية 200,000، واستمر فترة طويلة. عارفين انتوا حكاية الأنبا الصوميل المعترف وغيره وغيره يعني. فبقى في اتهام صريح بالنصرية. الدفة دايما كانت في صالح الأرثوذكس اللي هو الإيمان بتاعنا. حصل محاولات عديدة أيام الإمبراطور زينون، عمل حاجة اسمها الهينوتيكون برضو ما فلحتش. جه في وقت كان في أسقف في القسطنطينية اسمه أكاتيوس، بعت رسائل لبابا بطرس اللي كان جه بعد كده، وحصل انضم وعمل شركة مع كنيسة الإسكندرية فحرموه. أنا عديت فترة في الطريق، وأديكم فكرة سريعة كده عشان مش هقدر أحكي لكم كل حاجة. المهم جه بعد البابا ديوسكوروس، البابا ديوسكوروس راح نفي وتنيح وهو في المنفى، وكان لنياحته أثر قوي جدا على ولاده في مصر، لأنه انتقل وهو بعيد عنهم بسبب إيمانه وتمسكه بإيمانه المستقيم. ما أسهل إن كان يوقع. عشان كده أبطال الإيمان يا أولاد ما تستهينوش بالتمسك بالإيمان. ما أسهل كان بكلمة وتوقيع يعيش مرتاح ومعزز ومكرم، لكن أبائنا دول فضلوا التعب والإهانة والبعد عشان ما يفرطوش في الإيمان ويسلموه لنا إيمان مستقيم. فجي بعده البابا تيموساوس اللي هو كان سكرتيره وتلميذه، وكان في زي ما بقول لكم الغالبية مع الإيمان بتاعنا، وبدأوا ينشروا ما البابا ديوسكوروس حل أطاخي أحل أطاخي أحل أطاخي، وأطاخي بيقول إن الناسوت تلاش، واللي يقولوا بطبيعة واحدة كأن ما في نفس الاتهام المتكرر اللي كان يوجه للبابا كيرولوس إنه أبو ليناري. طالما يقول طبيعة واحدة يبقى أبو ليناري. ففي أحد اللقاءات، أنا أشرح لكم بقى موقف كنيستنا من أطاخي، يعني
كان مع البابا تيموساوس 26، فبيقولوا له ازاي انتوا اوطاخيين لابنكم حللتوا اوطاخ؟ قال لهم لا يوجد عندنا ما يدين اوطاخي، اوطاخي له ايمان اعلى الايمان سليم. فقالوا له لا، ده ضحك عليه، هو كان بيقول غير كده. قال لهم ما فيش ما يثبت كده. قالوا لا، عندنا شهود بيقولوا انه قال غير كده. فالبابا تيموساوس عشان يحسم الموضوع ويغلقه، محدش يتلكك، فقال لهم خلاص على شهادتكم انتم. طبعا احنا ما ينسب لأطاخي لا نقبله، بس هو قال وما قالوش مش دي قضيتنا، المهم ما ينسب لي انه قالوا لا نقبله على الاطلاق. اما انه قالوا ما قالوش فدي بقى في علم الله. البابا تيموساوس حسمها، قال لهم على شهادتكم انتم انا هحرم أطاخي على شهادتكم التي ستعطون عنها حسابا امام الله. وقرر حرم أطاخي بناء على شهادة الشهود اللي شهدوا، قالوا لا هو قال كده وسمعناه قال كده. فأصبح في كل الأحوال الحجة أو الاتهام اللي بيقولوه إن أطاخي كان بيقول إن سود تلاشى وكده، حتى دي مش موجودة. والاتهام مازال موجه لمجمع خلق دنيا بالنسطورية. والكل يدرك ان دي تحديدات نسطوريه صرف. فجي بعد فتره واحد اسمه لوانديوس البيزنطي، له فكر مدرسه انطاكيا، فبيقول ايه؟ انتوا ليه بتتهمونا ان النسطوريين؟ فبنقول له نسطور قال كذا وانتوا بتقولوا كذا. فراح ابتكر نظريه فلسفيه غير منطقيه جديده. قال هو في طبيعتين، لكن احنا لا نقول باقنومين، اقنوم واحد. نقول له ما هو مش ممكن الاقنوم يبقى واحد الا لو الطبيعه واحده. قال لا، اقنوم الكلمه اتحد بالطبيعه البشريه بدون اقنوم، اتحد بطبيعة بشرية بدون ايه؟ وصار هو اقنومها، فأصبح اقنوم في طبيعتين. كلام فلسفي مش منطقي. صار هو اقنوم او شخص في ايه؟ في طبيعتين. يبقى احنا كده مختلفين عن نسطور. نسطور قال اقنومين، احنا بنقول لا مفيش اصلا اقنوم بشري. وبداوا يهاجموا النسطوريه، انتوا النسطره بيقولوا اقنومين، احنا بنقول اقنوم واحد، اللي بيقولوا اقنوم بشري يبقى نسطوري. طب ازاي اتحد بالطبيعة البشرية ملهاش اقنوم يعني، واتحد بالبشر كلهم؟ فأصبح في تعريف للمصطلحات جديد. التعريف اللي قلته لكم ببساطة الأول، الفرق بين الطبيعة والاقنوم، ده أولادها هتلاقوه للقديس كورولوس واتكلم عنه في كتاب حوار حول الثالوث، هتلاقوا التعريفات دي موجودة.
واتكلم عنها القديس ساويرس الأنطاكي في كتاب كونترا جون جراماتيكا، نفس التعريف. فطلعوا بابتكار جديد، بتعريفات جديدة عشان يركبوا عليها الفكرة دهيت. قالوا لأ، ما هو الأقنوم هو حامل الطبيعة، بدل الأقنوم ما بيفرض الطبيعة، لأ هو الأقنوم حامل الطبيعة. يعني أقنوم حمل طبيعة بشرية يبقى أقنوم بشر، حمل طبيعة لاهوتية يبقى أقنوم لاهوتي، حمل الطبيعتين يبقى أقنوم للطبيعتين. كلام فلسفة لكن مش منطق، مش واقعي، ومالوش أصول عند أبائنا. فضلت الاتهامات عليهم، انتوا بتناقضوا البنود ال 12 بتاع القديس كورولوس وكتابات كورولوس، وحللتوا اعطيتوا حل للي شتموا القديس كورولوس. طبعا في الفتره دي يا اولاد بدا يظهر الكلام ده، عدى عشرات السنين، القديس ساويرس الانطاكي. فهم كانوا يأولوا كتابات القديس كورولوس برضه يلعبوا فيها. فالقديس ساويرس كان ربنا بيهيئ لكل واحد في الوقت المناسب، قوم بشدة وعمل كتاب اسمه فيلاليسس، محب الحقيقة، جاب فيه ما يقرب من 240 قول للقديس كورولوس، حدد التفسير وأثبت التزوير اللي هم بيلعبوا في تأويل الكلام. وكتب كتاب تاني اللي هو ضد يوحنا النحوي، جاب فيه أقوال آباء غزيرة وشرح بالتفصيل مجلد من 3 أجزاء، لدرجة هو نفسه قال في أحد رسائله إن الكتاب ده بذلت فيه جهد كبير قوي، لأن كان في المنفى في مصر كتبه في مصر، بيتنقل من مكان لمكان، وكان يشيل معاه كل المراجع وهو بيتحرك. وده السر يا ولاد ليه بنقدم القديس ساويرس على أثناسيوس وعلى كرولوس وعلى ديسكورس، مع انه بعديهم، لان هما يقروا بالقديس أثناسيوس، يقروا بالقديس كرولوس، لكن يلعبوا في كلامهم. فكأنك نسيتنا عايزة تقول لنا ايه، احنا هنستلم تعليم ابائنا دول من فن القديس ساويرس. عرفتوا ليه بقى الكنيسه بتقدمه بعد مريم مرقس على طول؟ فحصل ايه بقى بعد ما عملوا التوليفه ديت في تعديل المصطلحات اللي وصفها القديس ساويرس الانطاكي؟ قال لا سبيل للاتحاد والاتفاق مع الخلقدونيين طالما يتلاعبوا بالمصطلحات، حتى في تعريفهم للأقنوم وكده يعرفوا كده، لما يجوا يتكلموا عن التجسد يجوا عن الثالوث القدوس يعرفوه بطريقة تانية، نقول لهم هو كده ولا كده، يقولوا احنا أحرار. فعملوا مجمع خامس لا نعترف به، فضلوا يوفقوا أقوال القديس كورولوس وتعليمه مع إيمانهم وفقا للمصطلحات الجديدة اللي حطوها، أو للتعريفات الجديدة اللي إيه اللي حطوها. فيبدو شكليا كأنهم بيقتربوا ويصححوا، في هنا إن هم بيقرروا، ما هم وفقوا كتابات القديس كورولوس عليهم، مش عملوا العكس. مش عملوا العكس، وما زالوا إلى الآن ويقروا بالشخص الواحد في طبيعتين، وإن الطبيعة البشرية بدون أقنوم. وده على فكرة كان بداية فكرة التأله،
هما بيعتقدوا بالتأله الإنسان في الخلق دونين. كانت البداية دهية إن اللاهوت اتحد بناسوت غير مقنن، فغير مقنن كأنه اتحد بالبشر إيه كلهم، وفضلوا بقى وفقا للتعريفات المصطلحات دهيت يفسروا كتابات القديس كيرلس بطريقة أخرى غير اللي يقصدها. القديس كيرلس قال في اتحاد طبيعي، اتحاد أقنون، يقولوا آه اتحاد طبيعي، الطبعتين اتحدوا في الأقنون، اتحاد أقنومي، أقنوم الكلمة اتحد بالطبيعة البشرية، مش يقولوا طبيعة من طبيعتين، أقنوم من أقنومين، لا يفسروها بالطريقة دي. حتى التعبير الشهير بتاع القديس كيرلس والبابا أثناسيوس اللي هو بيقول مية فيسس تسيئوا لوغوس ساركوميني، أو مية فيسس تسيئوا لوغوس ساركومينو، يعني طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسدة أو طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، يستخدموها أيضا بحيث اللي يتعامل بسطحية يفتكر ده احنا زي بعض، بيستخدموا نفس الاتحاد الطبيعي الاتحاد الأقنومي، مية فيسس بيقولوها، يقولوا مية فيسس تسيئوا لوغوس ساركوميني، طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة. طب أما بيقولوها بيختلفوا عننا في إيه؟ في التفسير بقى يفسروها بطريقتين، في بعضهم يفسر إيه؟ يقول مية فيسس تسيئوا لو، يعني طبيعة واحدة لله الكلمة، يقولوا دي اللي مقصود بها الطبيعة اللاهوتية، ساركوميني متجسدة دي مقصود بيها الطبيعة الناسوتية، يبقى بيتكلم عن ايه؟ عن طبيعتين. وبعدين يقولوها بطريقة تانية برضه، يقولوا خلي بالكم انتوا ما تعرفوش يوناني، يوناني ده لغتنا احنا بقى، هم يقولوا كده، الآباء بتوعكم اللي هم بتوعنا هم كأنهم فاهمينهم أكتر، استخدموا الطبيعة والأقنوم بمعنى أحيانا متبادل. فأما بيقول مية فيسس تسيئوا لوغوس ساركوميني كان ما يقصدش طبيعة واحدة، يقصد أقنوم واحد، وده اللي احنا بنقوله إن هو أقنوم واحد، أقنوم لاهوتي بسيط. ده بالنسبة للإيه؟ للتعريفات. وهكذا وما زالوا إلى يومنا هذا إن أي حاجة مرتبطة القديس كيرلس عندهم هو مصالحة 433، أهم حاجة عند القديس كيرلس بالنسبة له مصالحة 433، اللي هي بيدعوا إن هي في صيغة للمصالحة اللي البابا كيرلس ما أقرهاش خالص. أقول له أهو دي صيغة المصالحة بتاع البابا كيرلس 433، في حين ان هو البابا كيرلس نفى تماما ان لم تكن هناك صيغه ايمانيه جديده على الاطلاق، وانه لم يعدل عن تعليمه. وما زال هذا الفكر او نقطه الخلاف دي باقيه رغم المحاولات الحوارات نختلف فيها مع الكنيسة البيزنطية الكاثوليكية البروتستانت، عشان كده قلت لكم دي من أهم النقط، لأن هي أول واحدة ونقطة مشتركة، لأن هم كلهم كانوا كتلة واحدة واتفرعت زي ما قلت لكم قبل كده. خلافاتها دقيقة جداً، اللي ما يدرسهاش كويس يفتكر ان احنا واحد، والخلافات دي كلها خلافات سياسية على الزعامة وخلافات فلسفية لفظية، لكن كأن ما فيش خلاف لاهوتي، لكن لا في خلاف لاهوتي موجود، وإلا أبائنا ما كانوش استشهدوا بالأعداد دهيت
أنا حاولت أشرحه بإيجاز، لأن الموضوع ده ممكن ياخد كل جزئية فيه وكل مرحلة فيه أولاد ممكن تاخد، عشان يعني مصالحة 433 دي ممكن تاخد موضوع كبير، مجمع أفسس ياخد فترة، مجمع خلق دنيا ده كورس، وهكذا يعني. لكن أنا حاولت أعمل لكم ملخص شامل جامع، عشان حتى اللي يحب يستطرد أو يتوسع بعد كده يبقى عارف الخطوط العريضة للموضوع. بلاش ياسر، لسه ما خلصناش، فأنا هكتفي بهذا القدر. وخلي بالكم الجزء الأخير بالذات أنا بقول لكم على الامتحان مقدما، أهو هجيب فيه أسئلة كتير. أسئلتي بتعتمد على الفهم، هشوف بعض الأسئلة بسرعة عشان نمشي، أو ممكن نخلي الأسئلة للمرة الجاية، نكتفي كده ونخلي المرة الجاية.